مشاهدينا أهلا بكم. ما هو السر وراء التقلبات المستمرة في أسعار الذهب؟ ولماذا أصبح الذهب الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بالرغم من أن في الأيام الأخيرة شهدت بالفعل أسعار الذهب تذبذبا ملحوظا، وده لآثار حالة من الجدل أو اهتمام الكثير من الناس سواء كانوا مستثمرين أو مستهلكين عاديين. فهل نحن أمام مرحلة جديدة من تغيرات الأسواق العالمية، وكيف يؤثر ذلك على السوق المحلية؟ الحقيقة أنه شهدت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة تقلبات ملحوظة نتيجة طبعا التغيرات الكبيرة في الأسواق العالمية وأيضا الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الذهب في مصر انخفاضا اليوم الاثنين 26 أغسطس لعام 2024 في بداية التعاملات، حيث تراجع سعر الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بمستوى في تعاملات أمس. أما عن أسعار الذهب اليوم فقد سجل عيار 14 انخفض الحقيقة ل 2307 جنيه للجرام، والذهب عيار 18 تراجع ل 2966 جنيها للجرام. أما عن عيار 24 فقد وصل ل 3954 جنيها للجرام، وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، ويلاحظ أن هذا السعر قد يختلف من تاجر لآخر ويعكس قيمة الجنيه في الذهب في الجنيه. كما أوضح سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية أن الارتفاعات الحالية والتي قد شهدتها أسواق الذهب في أسعار الذهب على المستوى العالمي ترتبط بتطورات وأحداث دولية. كما أضاف أن زيادة في أسعار الذهب بداية من هذا العام لم تكن حقيقية، وكانت مرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار. أشار أيضا إلى أن الوضع قد تغير بشكل ملحوظ بعد صفقة رأس الحكمة. أكد أن سعر الذهب يتغير باستمرار، وإذا كنت قد اشتريت الذهب بسعر 4000 فتهنئتي لك على عدم بيعه بعد، وابقى في انتظار تحقيق الربح. والذهب يعتبر طبعا استثمارا طويل الأجل ومتوسط الأجل. وطالب عبد الحكيم بعودة مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج، طبعا هذا للتحذير من أن أسعار الذهب المحلية قد تكون أعلى من الأسعار العالمية. كما شدد أيضا على أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، وأن قناعات المستهلكين قد تغيرت بشكل كبير بعد جائحة كورونا، حيث تحول الكثيرون إلى شراء السبائك والمشغولات الجديدة خلال الأسبوع الماضي. كما سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا إذا تراجع طبعا كما وضحنا سعر الذهب عيار 21 بنسبة 4%، وقل بمقدار 15 جنيه. كما شهدت أسعار الذهب المحلية تقلبات ملحوظة بالتوازي مع التغيرات التي طرأت بالفعل على سعر الذهب العالمي. في الوقت ذاته ظل سعر صرف الدولار مستقرا في البنوك الرسمية منذ الخميس الماضي، مما ساعد طبعا على استقرار الأسعار محليا على الرغم من الزيادة الملحوظة في الأسواق العالمية، وخاصة سعر أوقية الذهب عالميا. وقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية دون تغيرات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند متوسط 48 جنيها لكل دولار. هذا الاستقرار ساهم بالفعل في الحفاظ على استقرار أسعار الذهب المحلية التي تعتمد بشكل كبير على سعر صرف الدولار. وبصفة عامة يسيطر الاتجاه الصاعد على سعر الذهب المحلي في هذه الفترة، وذلك طبعا بدعم من الارتفاع العالمي في أسعار الذهب وزيادة الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر. مشاهدينا، هذه كانت أبرز التفاصيل عن مستجدات سوق الذهب اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.